نعم أعد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. من أشراط الساعة والأشراط العلامات، قد جاء أشراطها أي علاماتها، أن يقل العلم. هو الحمد لله ما يعدم لكن يقل، بدل ما كان العلم الشرعي كثيرا في المسلمين عليه إقبال، اللي يتعلمون الآن كثيرون والجامعات مفتوحة واللي يتخرجون كثيرون، لكن ما فيهم علماء، ما فيهم علماء، ما أرفع الشهادات، ولو تسألوا عن أسهل المسائل ما استطاع يجاوب جواب صحيح. الفرق بين فشو التعليم والعلم الشرعي، ما يقبلون الناس على تعلم العلوم الشرعية، هذا من علامات الساعة. لذلك تجد الآن الفقهاء قليلين جدا، قليلين، كثير المتعلمون واللي معهم شهادات مرتفعة ولكن ما عندهم فقه، الفقه نادر الآن ويقل في آخر الزمان، ما نقول ينقطع لكن يقل جدا. نعم هذه واحد. ويظهر الجهل. يظهر الجهل، إذا قل العلم كثر الجهل، وإذا كثر العلم قل الجهل. نعم.